اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. معايا الحاجه هدى. الو، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا حاجه. الحمد لله تمام. اهلا وسهلا. ازاي الاستاذ؟ ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيبين. وحضرتك طيبه يا حاجه هدى. والله انا عندي سؤال. عندي حفيدي، ايوه، يعني ما بيتعلم في الكلام. عنده كام سنه؟ عنده 7 سنين. الولد ذكي جدا وما شاء الله، والبنيه كويسه، وما فيش مثلا يشوف ابن البواب يخاف منه يمسك فيه كده، رغم ان يعني ما فيش اي حاجه في البيت، يعني مع اخواته بيبقى جريء ويضرب وينضرب كده، يعني ما فيش. عنده كام سنه؟ لكن انما خجول 7 سنين. خجول بشكل يعني او بشكل خجول. مش عادي، ولدرجه الولد يبقى اصغر منه ويخاف منه يمسك فينا كده. يعني وفي الكلام ابص الاقيه يتعلم في كتير قوي من الكلام. وبعدين يا ترى من الصح ان انا القص الكلمه منه واكملها له عشان ما اديلوش فرصه؟ هو كان طول عمره بيتلعثم في الكلام ولا دي حاجه طارئه؟ لا هو يعني يمكن لا يعني من سنتين كده. حاجه حصلت خلته يبقى كده؟ ما ابدا خالص، ما فيش اي ظروف تغيرت، يعني البيئه طبيعيه والاب والام سويين يعني هو كان بيتكلم برابند وعادي وما فيش حاجه. لا مش برابند قوي بعد، هو بس كان بيتكلم، ما كانش بينطق الكلمات فيها علسمه كده. انما يعني اخته اللي اصغر منه بسم الله ما شاء الله عليه. خليني يعني برضو اسالك يعني يا حاجه هدى، اسالك. أيوة. يعني بابا بيشتغل ايه؟ مهندس. مهندس بيبقى متواجد في البيت باستمرار؟ يعني تقريبا برضو كتير متواجد في البيت. بيخرجوا بقى كتير هم ولا قاعدين في البيت باستمرار بحكم مكان سكنهم او كده؟ يعني لا برضو بيروحوا النادي ساعات، ويعني بيخرجوا وبيروحوا يحفظوا قران وبيروحوا. يعني هو ما شاء الله في المدرسه يمكن. لا هو شاطر، انا فاهمك يعني. انا حاسس ان هو شاطر جدا. تمام. ومامته بتشتغل ولا قاعده في البيت؟ لا هي صيدليه وبس قاعده في البيت. تمام. يعني طيب هي دي المشكله، ان هو بيتلعثم وبيخاف من الولاد. مش ابص الاقيه يعني ساعه مثلا ما نبقى نازلين وابن البواب يروح مبرق له كده، الولد عارف بيستغل النقطه دي فيه، يروح ماسك فينا ومستخبي، مع ان الولد قد رهبته يعني. يا ابني طب وعنده صحاب بقى في النادي؟ عنده صحاب في النادي في المدرسه؟ لا، لا هو مكتفي باخواته صراحه. ربنا ما فيش. ما بيروحش، هو ايه بيتحاشى انه يتعامل مع حد، لان مثلا ممكن طفل يعيب عليه، او احنا ما بنحاولش نقحمه في علاقات، نعمل عليه ضغط. يعيب عليه عشان كلامه. هو كلامه واضح قوي يعني، اللعثمه واضحه قوي ولا حاجه تعدي؟ واضحه. ويعني ساعات ابص ايه مثلا ممكن يتكلم كلمتين ثلاثه حلوين ويروح جاي نتعلم تاني. يا ابني يا طب وحاجه هدى، تفتكري على مستوى الاسره في حد برضو كان عنده لجلجه او تهت؟ ما كانش فيه. تمام. طب انتوا بتعملوا معاه ايه لما بيتلعثم؟ بتقولوا له لا هو يعني هما بصراحه ودوه لدكتور، سالوهم تجاهلوا الموضوع. بس يعني انا شايفه الموضوع بيزيد مش بيقل، مع التجاهل ده بيزيد مش بيقل. تمام. انا قلقانه. ماشي. وساعات مثلا لما اقعد احكي له في حدوته او نقرا قصه مع بعض، ابص الاقي ايه الولد مثلا، اقول له طب انت فاهم معنى الكلمه دي ايه؟ وعايزاه هو يكلمني، عايزاه يلغيني عشان خاطر اديله فرصه. فابص الاقيه يعني مش عارف يكمل الكلام، او انا اشجعه واروح نساعده في الكلام عشان يخلص الجمله بسرعه. وده صح، وده هو المفروض يحصل. والولاده بتاعته كانت طبيعيه، وحمل مامته كان طبيعي؟ كان طبيعي جدا، ما كانش فيه مشاكل. بس هو حملت على اخته على طول بعده، يعني يمكن ما اخدش فتره في الرضاعه عدله يعني. تمام. طيب ماشي. أوكي. ماشي يا حاجه هدى، شكرا لحضرتك. والله دعاء بصي لسه كنت بقول لدعاء في الفاصل، بنقول انه الحاجتين اللغه والمهارات الاجتماعيه زي سواقه العربيه، محتاجه ممارسه. مش هديكي كتاب اقول لك دعاء خدي اقري علامات المرور هتسوقي كويس، لا. لازم بقول تاخدي عربيه صغيره كده تخبطي فيها لحد ما تتقني السواقه. فانا كان كل سعي ورا كلام حاجه هدى انه عايز اثبت انه الولد ده برضو احتكاكاته، هي ما ثبتش قوي كده قد ما ثبت. لا ما هي قالت لك احنا بنبعده عشان قد ما ثبت انه هم اللي بروتكتيف شويه او حمائيين شويه، بيحموا الطفل حمايه زايده، لا يخافوا على مشاعره وما يضغطوش عليه، مش عايزين يعملوا له. لا طبعا كده برضو احنا هنفضل عندنا المشكلتين، مشكله
عدم مهاره السواقه في المجتمع وفي وسط الاطفال والتعارف واللعب واللي بيبرق لي واللي ما يبرقليش، دي عايزه زي ما اللي بيخبط في العربيه يطلع على شارع عالي وشارع واطي بتتعلم، هي دي الحياه ممارسه. ما توقعش انه قاعد في البيت او مثلا لما جاي يخش في تجربه فقالوا ما تضغطوش عليه هيبقى خبير في التجربه دي يعني. صحيح. واللغه نفس الشيء ده يعني لان انا حسيت برضو استشفيت من كلام حاج وده بصرف النظر عن اللجلاجه برضو ان هو كثروه لغويه مش حريف قوي كلام، مش كده؟ مش حريف كلام يعني، ما عندوش ثروه حلوه قوي يقدر عبارته ممتده وحواره وفقراته حلوه. ليه؟ لانه الاهل هو ما بيتعاملش غير مع الاهل، والاهل فاهمين يعني هو عايز ايه، محدوده جدا فمش خبير. قدامك حل من اثنين او الحلين يعني الهارد والسوفت. الهارد نرجع تاني، هذا الولد يعني سالنا في الحمل الاولاد عشان كنا بندور على هل في مشكله عضويه عند الراجل، بالكلام ده ما فيش مشكله عضويه، فهتبقى من ناحيه العضويه بندي اكلات مخ، وترجع الحاجه هدى لحلقه برنامج سريعا الكوسه القرع الفشار العسلي الكاجو العين جمل المنتجات البحريه كلها سمك جمبري سوبيت كابوريا اوميجا 3 منتجاتها كلها دلوقتي في الدواء اللي بيساعد على طلاقه الكلام ده بقى يجيبوه من اسماك نادره جدا في المحيط المتجمد الشمالي والزيوت دي الفيش اويلز دي قريبه من تركيب مخ الانسان فعشان كده مفيده جدا تعوض المناطق اللي مش ناضجه. في دواء لحضرتك كنت قلت عليه بتاع في دواء يعني للكلام، ما في ادويه كتير يعني. بس هي اهم حاجه تبقى محتويه على منتجات منتج اوميجا 3 حاجات طبيعيه أوميجا فيها اوميجا 3 بالظبط بالظبط بتدي طلاقه للكلام بالظبط. اتكلمنا عن سم النحل وانه سبحان الله يخرج من بطونها شراب مختلف الالوان وفي شفاء للناس، في ماده الجابا او الجاما امينو بيوتريك اسيد موجوده في سم النحل بتستثير مناطق الكلام وهي موجوده في الاطفال. بيعالجوها فين؟ بيعالجوا سم النحل ده فين؟ يعني احنا عن طريق جامعه عين شمس في كليه الطب وفي احنا بنحضر موجود يعني. الحاجة التانية الأكسجين هايبربريك أكسجين أو أكسجين مضغوط اللي هو برضو على فرضية إنه وفي حاجة مهمة أوي عايز أقولها الحاجة هو ده حتة اللحمية واللي هو زي دعاء إن اللحمية البسيطة الهايفة دي ممكن تسد لك قناة أوستاكيوس ما تسمعش كويس فما تكونش كلام حلو فشيلها ظريف طيب جدا. طيب يبقى ده خلاص ده الهارد عشان ده الوقت الهارد خلاص. بالنسبة للسوفت اللي هو لابد بقى نرجع تاني حد يضغط الواد ده في لازم ينزل معاه حتى لو عيط ما يخوفكيش خوفه يا حاجة هدى يعني من يعني حاجة هدى عارفة الجدة دي أصلا بتبقى حنينة من هودوش من هودوش يعني إنه خاف من ده فنقعده معانا إن هو إن هي لما يجي يغلط تقول قايلة له الكلمة عشان تلاقي دي ماشي لكن لازم يمتزج مع الأطفال لازم يمتزج وتنزله سوق العيال في بره المدرسة كمان نوادي لازم يلعب فريق يشترك هيعيط شوية معلش يا حبيبي معلش اصبر كذا لابد تمام. شكرا جزيلا دكتور إيهاب عيد بشكر حضرتك شكرا جزيلا بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة نشوفكم على خير إن شاء الله يوم السبت الجاي. السلام عليكم.